بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا جهزنا الفورم بتاعت الاد للكاستمر، عايزين نشغلها بقى. عشان نشغل الفورم بتاعت الاد للكاستمر انا هعمل ايه؟ الكانتري فورم اللي كان بتاد الكانتري وبتعمل ايديت، هاخد منها كابي واعمل منها بيست عشان اعدي على نفس الاسلوب واعمل للكاستمر بس بشوية شغل مختلفين كتير. شيل الكود اللي كنا شايلينه زمان. حلو جدا، تعال نشوف هنغير ما يلزم ازاي. اولا مش كانت ريفورم، دي كان اسمها كاستمر فورم الجديدة. طيب هنا عندي البريفنت ديفولت صح، الكانتري مفيش عندي مشكلة، الاوبت تايب او الاوب تايب مش يعني ممكن نحطها فوق شوية، معلش بس ايه نركز كده بالترتيب. الاوبريشن تايب هي اد والابديت، دي بالنسبة لي تهمني. وبعدين بقى الكانتري اي دي وكده كاستمر اي دي، عشان ايه نمشي بالترتيب كده الاول ما نبقاش ناسين حاجه، عشان هنا ممكن تكون الايه الفورم مليانه فممكن ننسى بعض الحاجات. فالكاستمر اي دي ان الكاستمر اي دي تمام. وبعد كده نبدا بقى نمشي بقى البيانات العاديه اللي هي الكاست نو والكاست نيم والفون والميل والجندر والمش عارف ايه والكلام ده كله. عشان بقول سيب بيتحرك بس معايا وافقد المكان، خليها اد نيو كاستمر عشان نبقى نلاقيها. ماشي، على اليمين على الشمال مش مشكله. كاستمر كانتري، وبرده دي هتبقى جايه من الكاستمر كانتري على الفورم، دي جايه من الدروب داون لو انت فاكر، من السلكتايه مش من مش ايوه السلكتايه دي كان اسمها كاستمر كانتري، ولذلك احنا اشتغلنا عليها كاستمر كانتري. يبقى جبنا الكانتري دي بقى نخليها كاست الكاست كاست ان او مثلا كاست ان او، وهتيجي من الكاست ان او ناخد منها كابي واعمل بقى كاست نيم. ايوه كاست نيم كنترول دي كده كاست لا مش كاستمر كاست نيم ان كابيتال. بعد كده بعد الكاست نيم كان عندنا ايه التايتل، غير التايتل عندنا الفون، وبعد الفون الجندر برضه بجيب الفاليو اللي هي ام او اف، وبعد جندر الايه الايميل، وبعد الايميل متهيألي كده مفيش حاجه بقى، فاضل لنا بقى الصوره. ممكن نمشي بنفس الاسلوب مؤقتا لغايه ما اوريكم هنتعامل ازاي مع الصوره لان دي معامله خاصه. فهقول مثلا الايمج فايل، هجيبها من الايمج فايل، واليو ار ال هو موجود عندنا تحت مفيش مشكلة. ايوه نخلي يو ار ال هو الاي بي اي مين يو ار ال، وبعديه الكانتري كاستمرز. بعد الكانتري كاستمر بشوف لو اليو ار ال لو الاوبت اد كنت بعمل كانت كرييت، قلت له لغاية هنا لا، لو كانت اد مش هعمل كانتري كرييت، هعمل حاجة اسمها كان اسمها عندنا اد كاستمر في الاي بي اي. تمام. طيب لو كانت ايديت كان ازاي كنا ظابطينها في الانترفيس بتاعتنا او في الاي بي اي بتاعنا، كنا عاملين كاستمر كانتري وبعديها سلاش ابديت، يعني هيبقى الكاستمر كانتري ده اللي هي رقم الاي دي بتاع البلد، وبعديها ايه ابديت كاستمر، وبعديها كان عندنا الكاستمر كانتري سلاش على بعد كده الكاست ان او، وبعدين سلاش ابديت. يعني كنا بنكتب ايه كاست يعني بنعمل ابديت للكاستمر وسلاش الكانتري اي دي سلاش الكاست ان او
سلاش ابديت دي كده بنعمل بيها ابديت، دي كده بنعمل بيها ايه؟ ابديت. طب والداتا اللي هتوصل هتبقى عامله ازاي؟ قلت له اولا هعمل فاريبل اسمه جيسون داتا هبعته دلوقتي، اللي هو شايل كل الداتا اللي انا عايزين نبعتها. فاقول له ماشي اخد كوما واقول له ادي هعمل فاريبل اسمه جيسون داتا بيساوي، وابعت بقى كل الايه؟ كل الداتا اللي المفروض ابعتها. اللي هي ايه؟ اللي هي طبعا الاد والابديت كده كده كلهم بيجوا ليه؟ تيجي الداتا كلها. هناخد بس الـ URL ده خليه تحت عشان بس ايه؟ انا هعمل كوما كاني بعرف كل الـ variables في حته، وبعد كده بشتغل على لو كان هو اد ولا ابديت، الكلام ده خليه لوحديه. خليني بس اظبط الداتا بتاعتي او الداتا بتاعتي اللي هي الاندر سكور اي دي. لا انا هبدا بالكاست نو، انا عايز ابعته بقى الحاجات اللي هي الاساسيه بتاعت البيانات اللي انا عايز ابعتها للاي بي اي عشان تشتغل. وعايز ابعت الكاست نيم، لا ان كابيتال، واخدهم بنفس الفاريبل، انا ببعتهم بنفس الاسم وكده كده هم بنفس الفاريبلز. اخد بس كابي منها عشان هعيد بقى منها كل الباقي، وعلم كده بكنترول دي واقول له مثلا بعد الكاست نيم كان عندي التايتل بيست، بعد كده عندي اللي هو دبلر عشان عملت بيست وانا لسه معلق الكنترول دي. طيب ايه بقى كان بعد التايتل؟ كان ايه؟ الفون، الفون ماشي. سكيب بيست، بعد الفون الايميل، الجندر الاول صحيح طبعا ما يفرقش الاول والاخر، الداتا بقى ترتبت ما ترتبتش ما فيش عندنا مشكله. بعد الجندر هنحط الايه؟ الايميل. المهم ان الداتا تكون موجوده بنفس بنفس المسميات اللي موجوده في الاي بي اي. تمام. طيب كده اليو ار ال مظبوط وعندي الدي جيسون داتا ظبطتها. طب هو اد ولا بوست؟ هي طبعا كلهم بوت، يعني احنا بنأد كاستمر بنعمل بوت، واحنا بنأدد كاستمر بنعمل بوت. فالبوت هنا عندنا واحده جاهزه، فما عندناش بقى هي بوست ولا بوت ولا بوت. وفي السكسس ماشي نفس الرساله، بس هننادي على اللي هي الكاستمر مسج، وهريفرش الداتا. وفي الايرور برضو هنادي على ايه؟ الرساله تطلع في الكاستمر مسج. تمام، عشان تبقى ايه الرساله طالعه ما عندناش فيها مشكله، وهعيدها تاني بس هطلع بقى الايرور عشان اقدر اشوفه، بس مش هعمل امبتي، مش هفضي، انا هخليه زي ما هو وقاعد عليه الايرور. الايرور بقى يعني الايرور كستاك تريس يعني كامله عشان اقدر اشوف الايه الايرور بالتفصيل. يبقى سطر هقول له مفيش بيانات سيفت، وسطر تاني هظهر فيه الايرور. لما رجعت هنا كان في ايرور اهو معلق الدنيا كلها، يبقى في خطا عندنا في الكود عشان يعلق التعليقه دي. طب نعمل انسبكت، لما نعمل انسبكت كده نخش اهو في ايرور اهو، الايرور قال لي ان في عندي مشكله في السطر ده، اشوف رقم السطر واروح عليه في السطر بتاع اليو ار ال 85، قال الاوب تايب اد، يبقى هبعت كلمه كاستمر اد كاستمر. لا ايه ده مش كده، اد كاستمر لازم اقول له في انو كانتري، يبقى زائد بعديها تيجي الكاستمر ايه؟ الكاستمر كانتري، يبقى اد كاستمر سلاش رقم الكانتري عشان نقدر نعمل عليها ايه؟ نعمل عليها اد. ماشي مش مشكله، اد كاستمر سلاش كاستمر كانتري بعديها على طول، يعني ماشي مظبوط مظبوط كده. هي متدبلره هنا، هنا المفروض بقى كاستمر كانتري ام
تعال نجرب كده. هات كاستمر. اخترنا البلد واخترنا اي كاستمر اي رقم، ونعمل اي اسم ونحط فون ونحط ايميل، مش لازم الصورة دلوقتي ما اشتغلناش عليها. هندوس سيف، ما حصلش حاجة، يبقى في ايرور لسه ما ظبطش. تعال نعمل اليرت كده، خلينا نشوف اليو ار ال، لان تقريبا الغلطة كلها في اليو ار ال نفس السطر. خليه يطلع لي في اليرت كده بس اشوف اللاين. طب دوس كده سيف على طول حتى من غير ادخال بيانات. ايه ده، البيانات هنا ضربه كلها ببعضها، اليو ار ال كده متداخل، معناه ان في خطا في الكتابه، ما ظبطش معانا الايرور، يعني ما ظبطش معانا الخط. كبر ايوه، بص عمل ايه، 34 كانتري كاستمر رقمها مظبوط ولزق فيها ابديت كاستمر. لا انا مش عايز لزق ليه ابديت كاستمر، دي قصه تانية. نرجع كده تاني، ادي اد كاستمر، لو كان اد كاستمر سلاش كاستمر كانتري سيمي كولون كاستمر، او بقى لو كانت ابديت هيخش على كاستمر كانتري، لا الحته دي زياده، اور هيخش على ابديت كاستمر سلاش كاستمر كانتري سلاش كاستمر انول سلاش ابديت. كده مظبوط، كده مفترض ان اليو ار ال مظبوط، يعني هو اد كاستمر وسلاش البلدي او العكس. طب نرجع تاني نجرب تاني ونقاد، دوس على طول، ادي اليو ار ال اهو. ناخد كابي كده، ماشي. الفورم اوبريشن مش مظبوط عشان سي اف، ايوه عشان سي اف، قلت برضو مفيش حاجه مظبوطه، هو ما شافش ان هي، هو اصلا جاب لي ما جابش ده مظبوطه، فالسي اف اندرسكور فورم اوبريشن وسي اف اندرسكور كانتر اي دي وسي اف اندرسكور كاستمر اي دي، دول بنسميهم في الابديت دايما. نرجع نتاكد ان احنا كاتبينهم كده، هم سي اف سي اف سي اف الثلاثه الاساسيين اللي بنسميهم في الايديت، صح كده. سيف وتعالى تاني، اد كاستمر، ايوه ادي الايه كده، اليو ار ال اتظبط. طيب ندخل داتا كده، سوري يا مستر، اي حاجه، هدخل نفس الداتا اللي احنا كنا لسه مدخلينها من شويه. تمام، دوست سيف، طلع لي المسج، قلت له اوكي، عمل لود كده مش عارفين ايه اللي حصل. تشيل الاليرت مش محتاجينها، لا مش ده، انا مرفش، لا الدنيا معلقه. انسبكت كده نشوف في ايرور ولا لا، في ايرور، قال لي في عندك ايرور، بصيت على الايرور قال لي كان نوت مش عارف ايه البروبت اللي اسمها ديتا، عشان الصوره، يبقى يعني معناها ان البيانات راحت جوه الداتابيز بس راحت من غير صوره، فضارب ايرور لانه بيدور على صوره ما لقاش صوره فضرب مش عارف يعرض. طب نصلحها ازاي؟ الكود بتاعنا ده هو بيكونفرت او سطر 17 جه يعرض ما لقاش اصلا ديتا جوه كاستمر ايمج. لو روحنا كده الداتابيز نعمل ريفريش نتاكد ان الداتا دي موجوده، ريفريش، ادي البنك دي بي وادي الكانتري كاستمرز. لو روحنا على البلد اللي ضفنا لسه فيها كانت سوريا تقريبا، ادي البيانات اتضافت بس مفيش كاست ايه؟ كاست ايمج، فلما ما بيلاقيهاش وبيجي كونفرت بيضرب. فهنظبط الصورة دي إن شاء الله في الفيديو اللي جاي.